مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في اليمن الغالي أم في الخارج. نترككم مع فقرات حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: النظافة المدرسية ضرورة صحية تقتضيها تحديات المرحلة الراهنة. الحلويات الشعبية إرث ثقافي ومذاق فريد. رندا محمد ناشطة شبابية جمعت بين العمل الخيري والمجال الصحفي. جولة إخبارية سريعة نتلمس فيها أهم أحداث المدينة وأهل المدينة. دشنت مؤسسة ينابيع الخيرية مشروع علاج مرضى الكوليرا بمستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج بتمويل من جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت بتكلفة إجمالية تزيد عن 30 مليون ريال. المشروع الصحي الإغاثي وبحسب القائمين يستهدف علاج 1000 مريض من مختلف مناطق 7 مديريات بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من المرضى من محافظتي تعز وريمة. بحث رئيس جامعة عدن دكتور الخضر الأسور مع وكيل وزارة الشباب والرياضة خالد صالح أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة لدعم وتطوير القدرات التطبيقية للشباب. اللقاء المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة عدن يأتي في إطار الحرص على تطوير العلاقات مع مختلف المؤسسات الحكومية لتبني المشاريع الإبداعية لطلاب الجامعة. من جانبه أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة لن تألو جهدا في مساعدة جامعة عدن لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه أنشطتها الرياضية الطلابية والمشاركة في ورش العمل وحلقات النقاش العلمية بما يواكب تطورات العصر واحتياجات سوق العمل. تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى دكتور علي ناصر سالم برفقة النائب العام للجمهورية ورؤساء وأعضاء الدوائر القضائية مجمع النيابة العامة التي تجري عملية تأهيله في العاصمة المؤقتة عدن بعد تعرضه لأضرار حرب الميليشيا والمخلوع. وخلال الزيارة استمع رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى شرح مفصل من القائمين على العمل حول سير عملية إعادة تأهيل المجمع المكون من 5 أدوار وبكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال يمني من موازنة النيابة العامة، والذي من المقرر انتهاء العمل فيه نهاية الشهر الجاري 2017 لتتمكن النيابات من ممارسة مهامها. يقال أن نظافة الروح الداخلية تعكس في المظهر الخارجي، واهتمامي بنظافة مدرستي يمثل حضارتي وثقافتي. توفير بيئة مدرسية آمنة قضيتنا لهذا الأسبوع، فابقوا معنا. باتت الضرورة ملحة لتوفير بيئة مدرسية صحية خالية من الأمراض، هكذا ينادي طلاب مدارس العاصمة المؤقتة للبلاد في ظل هواجس أخطار انتشار الأمراض الفتاك. من حيث النظافة هي شبه نظيفة، يعني مش نحتاج نحن أدوات تنظيف مثل الزبالات يعني ولا الموب وكذا. إنما في قصور، في هناك نقص وسلبيات يجب أن نتفادى هذا الشيء. النظافة المدرسية أو كما يسميها المختصون توفير البيئة الآمنة للطلاب غدت محل اهتمام العديد من المنظمات العاملة في المجال الصحي، إلا أن أوجه القصور وغياب مفاهيم التوعية الجمعية تقف عائقاً أمام تحقيق الأهداف. طبعاً على حسب نزولنا في هذه التوعية لمدرسة الطويلة وعدة مدارس في الصغيرة والمنصورة، ألاحظ تدهور جداً في مرحلة النظافة، في اهتمام كثرة عدد الطلاب في المدرسة يؤدي إلى إهمال الاهتمام بالنظافة الشخصية للطالب والاهتمام بالساحة أو بالمأكولات الغذائية. المخاطر واضحة، وأكبر خطر هو الذي نواجهه الآن هو اللي هو انتشار مرض الكوليرا. رغم جهود ملحوظة إلا أن النظافة في معظم مدارس عدن لم ترقى إلى المستوى المأمول، فالمخلفات والنفايات تجاوز تمددها الشوارع والأحياء إلى فناء المدارس بحيث لا تخطئها العين، ما يجعل الأمر بحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود المجتمعية وقبل ذلك جدية الجهات المختصة. والله نحتاج أول حاجة إلى الدعم، الدعم بشكل كبير هو اللي ينقص المدارس من هذا الدعم، لأنه يقتصر الدعم في المدارس على المتطوعين وعلى أولياء الأمور وعلى كذا.
جاهدة تسعى جهة متطوعة لتفعيل النظافة وتحسين البيئة في مدارس عدن لتبدو في أحسن مظهر تخلو فيها من مخلفات القمامة ومصادر الأمراض، لكن ثمة ما يقف عائقا يعترض طريق المطامح ويسد أفق تنفيذ الأعمال ولا أفق تروح فيه أي مبادرات حكومية في المدى المنظور على الأقل. مرحبا بك أستاذة إلهام جميل، مديرة تنفيذية لجمعية الصحة للجميع، نرحب بك. أستاذة إلهام، بصفتك المديرة التنفيذية لهذه الجمعية وبعملكم في مجال النظافة وفي مجال الحفاظ على البيئة آمنة للطلاب، كيف تقيمين وضع المدارس الآن؟ نحن نقيم الوضع من خلال عملنا في مجال التوعية للنظافة والإصحاح البيئي من خلال ما التمسناه من الأوضاع التي وصلت إليها المدارس، حيث إن كثير من المدارس تتكدس أمام أبوابها وحولها القمامة، وكذلك في بعض الأحياء يوجد المجاري. الوضع صراحة يحتاج إلى تدخل سريع من عدة جهات، يحتاج إلى دعم أيضا من الأشخاص أنفسهم والساكنين. لا يخفى على أحد وضع المدارس التي من المفترض أن تكون البيت الثاني للطلاب، لكن للأسف بعض المدارس تشكو من سوء الاهتمام بالنظافة. أستاذة، إلى ماذا تعولين سبب هذا القصور لدى الجهات المختصة؟ هناك قصور من عدة جهات، هناك في أسباب جوهرية وأسباب بحكم الأوضاع، إضافة إلى للأسف أن البعض لا يتحلى بتحمل مهام مسؤوليته بالكامل، والكل يرمي بالأسباب على الآخر. لا أحد يريد أن ينفذ مهامه بالشكل الصحيح حتى وإن كانت الأوضاع صعبة والتراكمات ما بعد الحرب ليست بالسهلة. الأمراض التي تركتها الحرب وكانت نتاج لما آلت إليه البيئة. أستاذة إلهام، الحرب الحرب الحرب، ألسنا ننظف منازلنا؟ ألسنا نهتم برعاية منازلنا كما يجب؟ إذا لماذا لا نتعامل مع المدارس بنفس ما نتعامل به مع منازلنا؟ أولاً، النظافة عملية تكاملية ليس فقط للشخص في بيته أو خارج منفصل عن خارج بيته أو في المدرسة، المدرسة منفصلة عن الشارع، إنما النظافة تكاملية ما بين البيت والشارع والمدرسة. هناك التدني في المستوى الثقافي لدى أغلب، للأسف نقول أغلب المواطنين، بما تعنيه النظافة. فعندما ينظف بيته ويقوم برمي القمامة المتخلفة أمام بوابة مدرسة أو أمام مطعم أو أمام تجمعات سكانية، هو في اعتقاده أنه تخلص من القمامة، لكن وإنه في مأمن، نسى أنه فرد من أفراد المجتمع، وإن عائد هذا العمل سيعود ليس فقط على المجتمع الذي يرمي إليه القمامة، إنما إليه أيضا. فعندما تكون هناك قناعات إن نظافة شارعي هي نظافة منزلي، وإن نظافة المدرسة هي صحة طفلي ليس فقط صحة بقية الأطفال. هل أنتم تساهمون في هذه التوعية للأم وللطفل وللأستاذ وللمدير؟ نحن الآن ننفذ جمعية الصحة للجميع تقوم بتنفيذ مشروع ضمن التدخل المشترك المرحلة الثالثة بالشراكة مع منظمة كير. هذا المشروع هدفه توعوي، حيث نقدم الرسائل الصحية كاملة، النظافة وكذلك التغذية بالنسبة للأم والطفل، من خلال التوعية وغرس الرسائل في طلابنا في الزيارات المنزلية، من خلال عرض الشاشات، من خلال التجمعات الشبابية المختلفة. هل تشعرون أن ما قدمتموه إلى الآن أسهم في تغيير تفكير الطالب أو الطفل أو الأم أو الطاقم بشكل عام نحو نظافة المدرسة ونظافة الشخصية ونظافة الساحة؟ وجدنا استجابة كبيرة، بالذات في الأطفال الأصغر سناً، فهم الأكثر تأثراً، وعندما نستطيع أن نؤثر بهم فهم قادرون على التأثير في المحيط. على أساس العلم في الصغر كالنقش في الحجر. نعم. حسناً، ما دور المنظمات سواء كانت محلية
أو عالمية، هل تسهم في المساعدة؟ هل تقوم بدعم المدارس من هذا الجانب، من جانب النظافة؟ هناك عمل جاد من خلال التماسنا للوضع الحالي، فكثير من المنظمات الدولية بالشراكة مع منظمات وجمعيات ومؤسسات محلية تقوم بالتوعية وتقوم بعدة تدخلات من خلال المناطق الأكثر احتياجاً، ولكن نتمنى أن يكون العمل بتنسيق ما بين الجميع وأن يلتمسوا المناطق الأكثر تضرراً وأن يكون العمل بحسب احتياج المناطق وبحسب متطلبات التدخل. اليوم ماذا تحتاج المدارس لتوفير بيئة آمنة للمدارس وللطفل والطالب؟ أولاً تحتاج إزالة القمامة حول المدارس، الاهتمام خارج سور المدرسة. نعم، هنالك ظاهرة تواجد قمامة خارج سور أكثر من مدرسة، لماذا هذا السبب؟ خارجاً عن السؤال الآن. نحن التمسنا من خلال نزولنا جمعية الصحة للجميع أنه هناك مكبات للقمامة تبعد أمتار قليلة من بوابة المدرسة، يقوم الأهالي بدلاً من رمي القمامة في مكانها الصحيح برميها بالقرب من بوابة المدرسة، أيضاً لا أقل من متر يفصل ما بين القمامة والبائع المتجول الذي يشتري منه الأطفال الأطعمة. يعني المفترض أن نوعي ليس فقط الطلاب وإنما أهاليهم، أيضاً الشارع بشكل عام. نعم، لأنه مهما نظفت المدرسة، مهما حافظت على نظافة الأطفال في المدرسة، مهما حافظت عليهم في البيت، وهناك أيضاً الشارع الذي هو أكثر تأثير. بالعودة إلى سؤالنا، ماذا تحتاج المدارس لتقدم بيئة صحية آمنة للطالب؟ أولاً توفير المتطلبات الأساسية من دورات مياه، من مياه صحية، توفير مواد النظافة، توفير عمال النظافة داخل المدرسة نفسها، ثم بعد ذلك رفع الكفاءة الثقافة بمعاني النظافة ومتطلباتها لدى الأفراد سواء كانوا طلاب أو مدرسين. تصور كارثي في حال غاب دور النظافة في المدارس، هل وضحت هذا المفهوم وغياب دور النظافة ماذا قد يؤدي إلى المشاهدين؟ قد يؤدي إلى انتشار سريع للأوبئة والأمراض، فمرض الطفل يعني مرض الأسرة بالكامل، فطفل واحد يعني يصاب بمرض من المدرسة يستطيع نقله إلى الأسرة بشكل كامل. تخيلي عندما يقوم عدد من الأطفال لا سمح الله تصيبهم الأمراض أو الطلاب، الكوليرا الآن منتشرة، يعني ممكن هذا الطالب يتسبب في عدوى المدرسة كامل، تنتقل إلى الأسر، تسبب في انتشارها، وهذا شيء كارثي. لكن نحن من خلال التماسنا تدخل عدة المنظمات الدولية وعدة منظمات لمكافحة الأمراض، يجب أولاً الاهتمام بمسببات الأمراض وإزالتها قبل معالجة الناتج عن هذه. عندما تقومون بعملكم فأنتم بالتأكيد تفتخرون عندما تقومون به على أكمل وجه، ولكن لابد أن تكون هنالك عراقل في عملكم، هل أخبرتنا ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتموها؟ أبرز الصعوبات هي عدم تقبل البعض بعملنا، يظن أنه تدخل، إن نحن نريد أن نغير فكرة، أو أنه نحن نريد أن نصعب حياته أو نعقدها، لكن نحاول مرة ومرة ومرات إلى أن ننجح. قمتم اليوم حفل في مدرسة نشوان، هل تحدثني عنه؟ كانت مدرسة نشوان للصم والبكم من ضمن المستهدف في المشروع، حيث تم التوعية لكافة الطلاب، وما زالت التوعية مستمرة وستستمر، ويصادف اليوم العالمي لغسل اليدين، فقررنا أن نشرك هذه الفئة بهذا الحفل
معنا لكي يقدموا رسالتهم للكل للعالم بما فيهم من النظافة. ومع العلم أن هذه الفئة كانت أكثر استجابة لرسائلنا ولتوعيتنا رغم ما هم فيه وهم أكثر فئة حساسة، لكنهم كانوا متعاونين معنا بشكل كبير. التمسنا مدى تأثرهم بالرسائل التي قدمناها لهم. بين ما تقومون به وبين وزارة التربية والتعليم، هل هنالك تنسيق؟ بالتأكيد، فنحن عملنا في المدارس لم يتم مباشرة، ولكن تم عن طريق مكتب التربية والتعليم أولاً، الذي بدوره وجهنا لمدراء المديريات، مدراء مكاتب التربية في المديريات، وعن طريق مدراء مكاتب التربية تم التنسيق مع المدراء والمدراء مع الطاقم الإداري. وجدنا صراحة تجاوب كبير سواء كان من مكتب التربية والتعليم أو من المكاتب كاملة للتربية والتعليم من الطواقم الإدارية والإشرافية في المدارس. كان التواصل لتسهيل نزولكم إلى المدارس من التربية والتعليم، ولكن بنظركم ما هو الدور الذي تقوم به التربية والتعليم في مساعدة توفير بيئة آمنة للطلاب؟ يفترض أن يتم التشديد على يفترض أن يتم التشديد على نظافة المدارس. هناك مدارس وجدنا مستوى النظافة فيها بشكل جميل والبعض بشكل مقبول، ولكن بعض المدارس كان الوضع يحتاج إلى تدخل. ما سبب وجود مدارس نظيفة ومدارس غير نظيفة؟ أليست الهيئة العليا في النهاية هي واحدة؟ هل الطلاب في تلك المدارس مختلفين عن خصائص الطلاب في المدرسة الأخرى؟ أو أن المدير هو الذي يتحمل المسؤولية الأساسية؟ أم أن هنالك إهمال من الجهات المختصة لبعض المدارس دون مدارس أخرى؟ هذه الأمور لا أستطيع أن أتكلم بها بشكل صحيح أو بشكل كامل لأنني لست المختصة بهذا. فمدراء المدارس أو الطواقم في المدارس هي الأقدر تحليل لماذا الوضع في المدارس هكذا، ولكن من خلال مشاهدة سطحية أو بسيطة لهذه الأوضاع نجد أن المدارس الأكثر تضرراً متأثرة بالبيئة التي هي فيها. فالمدارس التي تحاط بالقمامة وسببها الساكنين من حولها هي تكون أكثر تأثراً. يعني فالبعض مثلا عند قيامنا بالتوعية يعني يقول ما فائدة التوعية والنظافة في داخل المدرسة والقمامة في خارجها؟ إذن الوضع سيان، لكن عندما نحاول أن نوصل رسالتنا يجب أن نهتم بالنظافة في داخل المدرسة وعكسها خارج المدرسة للوصول إلى مستوى مرضي. لكل عمل نقطة ثبات، هدف معين أعمل إلى أن أصل إلى هذا الهدف أقف وأستمر بنفس المستوى. أنتم ما هي نظرتكم المستقبلية، الهدف الذي ترغبون أن تصلون إليه من خلال عملكم هذا؟ جمعية الصحة للجميع منذ تأسيسها في عام 2002 وهي جمعية طوعية كان نشاطها متصل في الخدمات بشكل عام بخدمة المجتمع وفي المجال الطبي. هناك أنشطة عديدة قامت بها الجمعية سواء كان في محافظة عدن أو محافظة لحج. لا أتحدث عن الأنشطة التي قمتم بها عدن، إنما الهدف الذي تريدون أن تصلون إليه، يعني المستوى المعين من النظافة الذي ترغبون أن تصل إليها المدارس. هل مثلا تتمنون أن تكون مدارس اليابان مثل مدارس اليابان؟ هل تريدون أن تصبح مدارس اليمن هي رقم واحد في العالم؟ هل ما هو الهدف الذي أنتم تريدون أن تصلون إليه من خلال عملكم؟ في المرحلة الحالية نريد أولاً حماية المدارس من الأمراض المنتشرة. لا نستطيع أن نقول من البداية نريد أن نكون مثل اليابان أو نكون مثل أي دولة تتمتع بامتيازات كبيرة في ظل الأوضاع التي نحن فيها، ولكن نقول في أدنى المستويات يجب أن نحقق ثقافة عالية للأفراد. فعندما يستطيع الفرد أن يحافظ على نفسه ومن حوله، أن يحافظ على نظافة مدرسته، عدم رمي المخلفات داخل المدرسة،
سواء مخلفات الأكل، مخلفات الدراسة داخل المدرسة، إبقاء دورات المياه داخل المدرسة نظيفة، الحفاظ على مياه الشرب داخل المدرسة أيضا، وأن تكون مياه صالحة للشرب. هذا ما نأمل أن يكون فيه الوضع حاليا، ولكن تظل الأحلام موجودة وتظل الأمنيات كبيرة بأن يكون حالنا وحال البيئة والوضع بشكل عام، ليس المدارس فقط، أن تتمتع بنظافة وبشكل جيد وبشكل يريح النفس. أستاذة إلهام، أمنية لكم تتعلق بمجال نظافة المدارس. نتمنى من الجهات المختصة سواء كانت محلية أو خارجية، نتمنى من المنظمات الدولية أن تهتم بالمدارس بشكل كبير، لأن الأطفال هم أكثر تأثراً وأكثر عرضة لما ما يسبب لهم الأمراض ونقل هذه الأمراض للمجتمع. ليس فقط أن تهتم هذه المنظمات بالشكل الخارجي، إنما يجب أن تهتم بالمياه، دورات المياه، والماء الذي يشربه الطلاب، وتوفير بيئة محيطة بهم مناسبة بحيث يمنع رمي القمامة أمام المدارس، وأن تفرض عقوبات لمن يقوم برمي القمامة أمام بوابات المدارس. أستاذة إلهام جميل، مديرة التنفيذي لجمعية الصحة للجميع، كنت معنا في هذا اللقاء، نشكرك. وفي النهاية جمال الروح هو يعكس المظهر الخارجي، ونظافة الداخل تعكس نظافة الخارج. نأمل بمجتمع يحافظ على نظافة أبنائه وبناته، وحلم لنا أن تتحقق بإذن الله مدارس أفضل ونظافة أفضل وتوفير بيئة جيدة للطلاب. شكرا. تقول الكاتبة الإنجليزية أغاثا كريستي أن الحلوى لا يمكن إثبات مذاقها الحلو إلا بعد تناولها. الحلويات الشعبية حكايتنا لهذا الأسبوع، وهي تمثل إرثا قديم وطعما متميز. شعار من أكل وحلى كمن بنى وعلى، ذلك مفهوم الناس للحلوى الشعبية في عدن وفي سائر مناطق اليمن. فالحلوى اليمنية أكلة شعبية حاضرة لديهم بشكل يومي وفي الأعياد والمناسبات، إذ لا تحلو القهوة العربية ما لم تسبقها حلوة قباطية. صناعة الحلويات الشعبية في اليمن تعتبر من المأكولات لذيذة الطعم ذات المذاق الخاص والنكهة الرائعة، وانتشرت صناعتها بكثرة في عدن وبقية المحافظات مؤخرا بعد أن كانت محصورة في مناطق محدودة. عرفت الحلوى الشعبية في المجتمع اليمني منذ القدم، حيث تعود صناعتها إلى أربعينيات القرن الماضي كما يقول المؤرخون، بينما ذكر آخرون أنها أقدم من ذلك بكثير، حيث بدأ العمل فيها أشخاص قلائل كانوا يعرضون بضاعتهم في محلات صغيرة، ليجد الأبناء في صنعتها إرثا قديما توارثوه عن آبائهم وأجدادهم. أول مثلا بالنسبة للمحل هنا، أول ما اكتذبني أنا جيت أشتري من المحل اللي جنبه، رايحة ريحة الحلوى اليمنية ذكرتني على طول الماضي، وتنزل مع جدك مع جدتك مع حد في السوق ثم وانت صغير تشتري الحلوى اليمنية. الحلوى الخداوي اعطوني قليل.
عملية صناعة الحلوى إلى توفير المعدات المطلوبة الضرورية، من أهمها حلة نحاسية وفرن يبنى خصيصاً بمواصفات وشروط، إضافة إلى عود خشبي لتحريك الحلوى، إلى جانب مجارد نحاسية أو حديدية لقشط الحلوى داخل الحلة أثناء عملية الطبخ. ولا بد من وجود شخصين أثناء العملية التي تستغرق الطبخة الواحدة فيها ساعة ونصف الساعة بحسب درجة حرارة النار. عملية صناعة يعني بالبداية المكان الذي يصنع فيه، فهي لا تصنع في أي وعاء، يعني الوعاء لا بد أن يكون من نحاس ويسمى الحلة، ويكون يعني بس نحاس مثبت بسمنت وتحته طين، لا بد من وجود الطين. أيوة نعم. تحتوي على ماء، سكر، تختلف الحلاوة من نوع إلى آخر، وتختلف باختلافها تختلف موادها يعني والأشياء التي تصنع فيها. فمثلاً الهريسة، يعني هريسة اللوز المشهورة يعني قديماً، تحتوي طبعاً الحلاوة جميعاً لابد من وجود الماء فيها. الحلويات التي يتم صناعتها في هذه الأماكن أنواع كثيرة مختلفة المكونات والمقادير، وأشهرها الهريس والخلطة وحلاوة الصوري، ومنها أصناف عديدة ما تزال في تطور مستمر. لكن أصل الحلوى قباطية وهي نقطة البداية والانتشار، فأول من امتهن صنعتها وتميز بمذاقها الفريد كان قباطياً. السر في صناعة الحلاوة قد يختلف محل إلى عن محل بحسب خبرة يعني المعلم وبحسب خلطه للقطور، يعني قد يأتي بعدة قطور ولا يعرفها ويخلطها ويكون قطرا يعني رائعا يعني بشكل لا يعرفه أحد، فهذه قد تعطي نكهة الحلاوة تميزها عن أخرى. اليوم بتمدد انتشار صناعة الحلوى وبيعها على امتداد النطاق الجغرافي للمناطق اليمنية، لم تعد الحلوى الشعبية رهينة موطنها الأول، وهذه عدن تزدحم بها محلات صناعة الحلوى بعد لحج وتعز المحافظتين المتجاورتين اللتين شكلتا المنبع الأول لهذه المهنة، تحديدا في منطقتي الراهدة والعند باعتبارهما مراكز التسويق الأولى للحلوى الشعبية. الحبايب تشمي العليل معاكو قهوة كوب قهوة تاع الزنجبيل. الحلوى الخديوية اعطوني قليل، الحلوى الخديوية اعطوني قليل، من حلوى الخديوية اعطوني قليل. للحلوى الشعبية دلالة اجتماعية ثقافية عميقة في المجتمع اليمني، فالصنعة أبدعها وحافظ عليها اليمنيون كجزء لا ينفصل عن الوجبات اليومية، حيث تمسكوا بها ليس فقط كعادة وإرث شعبي، بل لجودتها ورخص أسعارها التي تتناسب مع وضع المواطن. فكيلوغرام واحد من الحلوى يكفي عائلة كاملة لعدة أيام، في حين لا يكفي ثمن شوكولاتة لإشباع شخص واحد. ليست الحلوى الشعبية مجرد مذاق فريد، بل وفرت هذه المهنة فرص عمل لكثير من الشباب اليمني، فهي الصنعة الوحيدة التي لم تتضرر جراء تصدع الأوضاع في البلد، ما جعلها تساهم في امتصاص البطالة والتخفيف من حدة الفقر بطبيعة إنتاجها اليومي الذي شكل أحد أهم مصادر الدخل للكثير من الأسر التي تعيش عليها. وحتى اليوم رغم تعدد أصنافها، إلا أن الحلويات الشعبية ما تزال تحتفظ بطعمها ومذاقها الفريد، وتكاد تكون رمزاً تعبيرياً يوزع في أثناء الحفلات والأعياد والمناسبات السعيدة والضيافة كهدايا اجتماعية، وهي أغلى هدية يعود بها من يزور اليمن، وأصبحت الهدية المفضلة لمن له أقارب خارج الوطن. المرأة كتب عنها العديد من الأدباء وكتب لها العديد من الشعراء،
وجه مدينتنا لهذا الأسبوع شابة يمنية جمعت بين العمل الخيري والمجال الصحفي. رندا محمد، وجه مدينتنا، تابعونا. محمد ناشطة شبابية ساهمت إلى حد كبير في خدمة المجتمع العدني وقضاياه الفنية والثقافية والاجتماعية. برزت كموهبة طلابية في مجال الرسم والتعبير والإلقاء خلال المراحل الأولى من تعليمها الأساسي، وفي سنوات لاحقة تطورت مهارتها الفنية وقدرتها الإبداعية بتشجيع من الأهل والمدرسة. الحصص اللي كانت فيها تدريبات للإذاعة المدرسية، وكذلك شاركت في إذاعة وأنا صغيرة جداً. بعدين بدأت في كتابة الخواطر وكتابة القصص القصيرة. أول ما بدأت في بعد الكلية على طول بدأت في مبادرات خيرية، وبعدين على طول يعني بعد المبادرات على طول بدأت تقديم الحفلات والمهرجانات. الجامعية لم يحالفها الحظ في دراسة الإعلام كمجال أحبت منذ الطفولة، لكنها عملياً لم تتخلى عن موهبتها الإعلامية، فكان لها حضورها المتنوع في مختلف المناشط المجتمعية. أول ما كملت الثانوية كنت سجلت إعلام وطب أسنان، لكن للأسف بسبب ظروف خاصة كانت لي اضطريت أني أدخل تربية إنجليزي. أول ما كملت الأربع سنين إنجليزي على طول توجهت للمجال الإعلامي من حبي له. بدأت بكتابة تقارير أخبارية بسيطة وتقارير صحفية. بدأت في تقديم المهرجانات، كانت بنفس الوقت اللي اشتغلت فيه أو تطوعت فيه في مبادرات خيرية، مثل أول مبادرة كانت فيها هي مبادرة بالرحمة نحيا. بدأت نشاطها المجتمعي كمتطوعة في العمل الخيري والإنساني، ثم خاضت تجربة العمل الصحفي كمراسلة ميدانية لعدد من الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية، بالإضافة إلى مشاركتها في تقديم الاحتفالات والمهرجانات الفنية والثقافية. أمنيتي في مجال الإعلام كان من البداية أنه أقدم رسالة واضحة، رسالة حب وسلام، رسالة تعايش، أنه الإعلامي هو قصر صلة وقصر محبة ما بين كل الأطراف، هو اللي يوصل رسالة واضحة للشعب، والشعب هو اللي يقرر بعدين الصح من الغلط. فإن شاء الله أكون أقدم هذه الرسالة، الرسالة اللي خلتني أحب هذا المجال، أقدمها بالشكل الصحيح، وأتمنى إنه البرنامج اللي أنا حابة إنني أقدمه يتقدم بالشكل الصح وبالمضمون اللي أنا حابة، هو رسائل سلام فقط لا. إلى أن تقدم برنامجاً تلفزيوني شبابي يحمل رسالة سلام، تيمناً بالمبادرة المجتمعية التي رشحت من خلالها كإحدى الوجوه اليمنية النسائية لبرنامج الملكة. طبعاً البرنامج اللي حابة أنني أقدمه هو تابع لمبادرة سلام اللي أنا شاركت فيها في برنامج الملكة، البرنامج العربي اللي يضم أكثر من دولة عربية. البرنامج هذا يشجع المرأة العربية أنها تضع بصمتها، وأن المرأة العربية قادرة على أنها تغير في المجتمع. فكنت أنا من ضمن المشاركات اليمنيات اللي تم ترشيحهم للمبادرة للمسابقة، مسابقة الملكة،
وإن شاء الله بكون مستمرة في برنامج رسائل سلام، وحابة أنني أقدمه كبرنامج تلفزيوني يضم أكثر من جهة شابة وموهوبة. رندا محمد تحلم كغيرها من الشباب الموهوبين في غد أفضل ومستقبل أجمل ينتصر فيه السلام على الحرب ويستعيد الوطن عافيته وعدا مكانتها التاريخية. بمناسبة 20 أكتوبر اليوم العالمي لهشاشة العظام، تناولوا المواد الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم وتعرضوا لأشعة الشمس ومارسوا التمارين الرياضية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نستودعكم الله على أمل اللقاء مجدداً.